قاعد قدامي فسر لي برر لي انه مدرب ناجح جدا زي كارتيرون فجأة يمشي، ومدرب ناجح جدا زي فايلر بيتم يبقى في خلاف كبير بينه وبين النادي الاهلي وبرضه يمشي، ورأيك في طريقة اختيار البديل سواء في الاهلي او الزمالك؟ عشان اتكلم طبعا بمنطقية، صعب جدا ان انا اعرف الاسباب بتاعة ترك فايلر وكارتيرون، يعني صعب ان الاسباب كلها تبقى متاحة. اكيد الاندية بتاعتها خدت القرارات دي نتيجة طبعا اسباب موجودة عندهم. هو كارتيرون خد القرار في الزمالك؟ لا، كارتيرون خد القرار في فايلر. يعني كارتيرون الزمالك نام وصحي الراجل بيقول لهم انا ماشي. كارتيرون طبعا طبعا يعني خطأ كبير جدا منه، خطأ طبعا كبير. جدا جدا طبعا، ان هو يعني بالذات مع نادي كبير زي نادي الزمالك وعامل نتائج وعامل نتائج، وبالتالي يعني قرار منه طبعا خطا كبير جدا. وفي نفس الوقت بالنسبه لفايلر كل الظروف برضو كانت متاحه له بشكل مميز طبعا وبشكل جيد جدا. اكيد اكيد اكيد، لان من خلال متابعتنا كده النادي الاهلي موفر له كل حاجه. فاكيد هو قال حاجات مش مقبوله او طلب حاجات حسب اللي انا يعني بعرفه مش مقبوله. لكن فعشان كده اكيد مش هعرف كل الاسباب ومش هقدر اقول فيها، لكن خلينا نتكلم على الاختيارات. ايوه، انا بقول النادي الاهلي والنادي الزمالك موفقين جدا 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 طبعا في اختياراتهم، لان لو شفنا حتى مثال النهارده الباتشيكو، باتشيكو تحس ان هو النهارده مع الزمالك مش عشان طريقه الاداء وطريقته وقفته على الخط وكلامه كده، تحس ان هو لا ده موجود مع الفرقه، وبالتالي كان موجود مع الفرقه. النادي الاهلي مبرراته كلها واحد عنده خبره بافريقيا، واحد خد مباراه يعني ضد الوداد قبل كده بالذات وضد الناس اللي هيواجههم، فبالتالي وعنده خبرات افريقيه، فاختار الاختيار ده. ما كانش ينفع اجيب اجنبي دلوقتي في الوقت الحالي، ما كانش ينفع يعني، وانت داخل على النهائيات، فبالتالي كان اختيار برضه يعني في منطقيه ومبرراته كلها ايجابيه. طب اختيار الزمالك والاهلي موفقين جدا. طب باتشيكو عارفينه وله تجربه سابقه، لكن موسيماني والانتقادات اللي الناس كتير انتقدتها مدرب افريقي وازاي جنوب افريقيا، مدرب افريقيا دي كلمه مش مقبوله طبعا، مش مقبوله. لا يعني مدرب ايه، ما هو بني ادم و راجل محقق انجازات. لا خلينا مش انجازات يعني، الانجازات دي هو جه عشان كده ان هو فايز ببطوله افريقيا وعنده خبرات واحتك في المجال ده كتير جدا وعنده باع في الحته دي، لكن خلينا نقول ان نتكلم بقى لا ده افريقي، لا دي كلمه مش مقبوله. لا مش مقبوله خالص، مش مقبوله خالص يعني.